وأن من يبغضهم أو يسبهم فإنه جان على نفسه وملحق الضرر بنفسه ولا يلحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لأنه لا يضر الصحابة في السماء نبح الكلاب في الأرض، من سبهم وعابهم فهو مثل الكلاب اللي تنبح السحاب في السماء، ما يضر السحاب شيء من نبح الكلاب، وإنما الذين يسبونهم ويبغضونهم ويعقدون عليهم إنما هم جانون على أنفسهم، ولا ينال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم شيء أو من سبهم وذمهم وحقدهم وغيظهم، لا ينالهم شيء. ولهذا فإن من حسن حظ أي مسلم أن يكون قلبه نظيفا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لسانه نظيفا لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في قلبه حقد عليهم، وأن لا يجري على لسانه ذم لهم، كما قال الطحاوي: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم.